الأدارسة، المرابطون، الموحدون، المرينيون، السعديون، العلويون. هذه سلالات حكمت المغرب منذ وصله الإسلام قبل مئات السنين. لكل سلالة منها قصة وحكاية، بعضها أغرب من الخيال. بينها سلالة وصل مؤسسها طريداً هارباً من الموت، استقر له الملك وحكم البلاد والعباد إلى حين، وثانية بدأت بشخص في خيمة يدعو لطريق الله، قبل أن تتحول سلالته لحكام دانت لهم كل المغرب، وأخرى قامت على أنقاض أبناء العمومة فرسمت لنا شكل المغرب الذي نراه اليوم. فكان لكل عصر من هذه السلالات دولة ورجال عرف فيها المغاربة شظف العيش كما الوفرة والانتعاش العمراني والحضري، إضافة إلى الدمار والحروب وتطور العلوم وازدهارها وتقدمها في سنين القوة، والتقهقر المعرفي والفقر والفاقة في سنين الضعف. لكن بعض ما حدث بالأمس ربما ما زال أشبه باليوم، فتشابهت بعض أوجه السياسات رغم اختلاف العصور والحكام. فكيف حكمت السلالات المتتالية المغاربة؟ وكيف تعامل معها السكان؟ ولماذا ما زال المغربي يتعامل بكثير من الولاء مع كل سلالة تحكمه؟ وما هي أوجه الاختلاف والتشابه بين هذه السلالات عبر التاريخ؟ في هذا العمل الوثائقي الطويل نسافر معكم في تاريخ سلالات حكام المغرب لنجيب على أسئلة التاريخ التي قد تجلي حقائق اليوم. المغرب القديم. في هذه البلاد التي سكنها أسلاف البشر قبل نحو 400,000 عام، تتالت حضارات الإنسان وتلاقحت معرفياً وحضارياً، ابتداءً من عصور سحيقة عرفت المغرب فيها الحضارات الأشولينية، المستيرية، العاتيرية، الإبروموريزية، الكاردينالية، الجرسية، ثم القبصية، وصولاً للفينيقيين الذين استوطنوا الساحل المغربي بين القرنين 8 و 6 قبل الميلاد، ليحكموا سكانها الأمازيغ الأصليين الذين تواجدوا في البلاد قبل الفينيقيين 2,000 عام. وظلت مدينة قرطاج المهيمنة على المنطقة الساحلية اعتباراً من القرن 5 قبل الميلاد، حتى سطع شمس المملكة الموريطانية التي ينظر لها المؤرخون كأول تنظيم سياسي حكمه ملوك محليون في المغرب القديم، قبل أن تتعرض سنة 44 ميلادية لغزو روماني أعقبه استقلال تحت حكم الباكوات المور الأمازيغ المسيحيين، والذي لم يدم طويلاً لتبدأ بعده غزوات متتالية من الونداليين ثم البيزنطيين، وصولاً إلى الفتح الإسلامي للمغرب وشمال إفريقيا زمن الخلافة الأموية في القرن 1 الهجري و8 الميلادي. لكن سرعان ما انفصل المغرب عن الخلافة الأموية بعد حراك قاده ميسرة المطغري عرف بثورة البربر سنة 740 للميلاد، ما أوجد تربة خصبة لتأسيس إمارات أمازيغية مسلمة مثل إمارة بوروغواطة ونكور وبنو مدرار. إلا أن المغرب لم يعرف حقاً دولة إسلامية بمعنى الدولة إلا في عام 788 للميلاد 171 للهجرة، عندما تأسست دولة الأدارسة على يد إدريس بن عبد الله الملقب بإدريس الأول. ومن هنا تبدأ أولى قصصنا. الأدارسة.
الطريد المظفر. من موقعة فخن بالقرب من مكة المكرمة عام 786 للميلاد كان ميلاد الأدارسة، حيث جرت المعركة بين الجيش العباسي في مواجهة ثوار من العلويين بزعامة الحسين بن علي العابد الذي كان معه من أبناء عمومته إدريس بن عبد الله بن الحسن الذي نجا من المعركة رغم خسارتها ومقتل العابد. وخوفاً من بطش العباسيين فر إدريس مع خادمه أمازيغي الأصل وكان اسمه راشد وظلا متخفيين حتى بلغا مصر، في وقت كانت عيون العباسيين تلاحقهما لأن إدريس كان مطلوباً حياً أو ميتاً. ما حدا بإدريس الخروج من مصر بناءً على نصيحة خادمه راشد إلى المغرب، وبحسب مصادر فإن عامل البريد من أعان إدريس على الخروج من مصر، بينما تذهب مصادر أخرى إلى أن والي مصر علي بن سليمان الهاشمي من أمن هربه. وبعد رحلة شاقة وصل إدريس بن عبد الله إلى برقة وهو متخف في زي خشن يظهر فيه بمظهر غلام يخدم سيده راشد، فبات الخادم سيداً والسيد خادماً، ثم سلكا طريقاً بعيداً عن طريق إفريقية إمعاناً في التخفي بعيداً عن عيون الدولة العباسية حتى وصلا إلى تلمسان وبعدها بلاد السوس الأدنى ومن ثم طنجة، وأخيراً استقرا في مدينة وليلي بالقرب من مدينة مكناس. فما كان من الخادم رشيد إلا أن تواصل مع زعيم قبيلة أمازيغية هو إسحاق بن محمد بن عبد الحميد زعيم قبيلة أوربا صاحبة النفوذ والسيطرة في وليلي بهدف إكرام وفادة سيده. فلما اطمأن إليه إدريس عرفه بنسبه وأعلمه بسبب فراره من موطنه، فرحب إسحاق به وأنزله معه داره وتولى القيام بشأنه شهوراً عدة قبل أن يجمعه بإخوته وزعماء قبيلة أوربا الذين أعجبوا بعمله وحديثه وعلموا نسبه لآل البيت، فبايعوه بالخلافة في 14 من رمضان عام 172 للهجرة، أي في 15 من فبراير عام 788 للميلاد، ليخلع إسحاق بن عبد الحميد طاعة بني العباس بعد أن كان من ولاتهم، ويتنازل لإدريس الذي لم ينتظر كثيراً قبل أن يبدأ بدعوة القبائل المحيطة التي دخلت تحت حكمه واعترفت بسلطانه وبات أميراً عليها. ولما استقرت الأمور لإدريس بن عبد الله بات هدفه نشر الإسلام بين القبائل التي لا تزال على المجوسية أو اليهودية أو المسيحية، فأعد جيشاً كبيراً زحف به نحو مدينة شالة قبالة مدينة الرباط فاستولى عليها، ثم سار جيشه إلى بلاد تامسنا وإقليم تاولة فأخضع كل أراضيها. وطالت حملات إدريس حتى القبائل التي كانت متحصنة بالجبال، ما أمن له فيما بعد الاستيلاء على سبتة وتلمسان وبناء مسجدها. حينها فزع الخليفة العباسي هارون الرشيد من نجاح إدريس بما فشل به هو وأبناء عمومته في أراضي الشرق من الخلافة العباسية جراء دعم قبائل الأمازيغ له على غير ما كان يتوقعه العباسيون. ومع ورود الأنباء عن عزم إدريس بن عبد الله غزوة تونس جهز هارون الرشيد جيشاً جراراً للزحف صوبه وردعه، إلا أن الرشيد وقع في محاذير وصعاب عدة بينها التكلفة الهائلة لزحف الجيش من بغداد إلى المغرب حينها وعدم قدرته الاعتماد على جيشه في تونس الذي كان هشاً، وتتضارب الروايات التاريخية حول نهاية إدريس بن عبد الله. ففي وقت تقول مصادر إن هارون الرشيد أرسل رجلاً من أتباعه إليه
واغتاله بالعطر المسموم. تقول مصادر أخرى إن إدريس الأول توفي بشكل طبيعي في عام 793 للميلاد، ما جعل الخليفة العباسي الرشيد يلغي أمره بإرسال جيشه. وبعد وفاة مؤسس الدولة إدريس بن عبد الله، تولى الحكم مولاه راشد، وبات وصياً على ابنه إدريس الثاني الذي كان جنيناً في بطن أمه. وبعدها قتل راشد أيضاً في ظروف غامضة، ليتكفل بالطفل إدريس أحد شيوخ الأمازيغ ويدعى أبو خالد يزيد بن إلياس العبدي. ولما كبر إدريس استقل بالحكم بنفسه في سنة 192 للهجرة 808 للميلاد، ووصلت الدولة إلى قمتها في عهده، وحكم بعده 8 من الأدارسة. وهذا ما يقود إلى سرد مراحل قوة وضعف الدولة الإدريسية وسيرة حكامها، حيث دخلت الدولة الإدريسية بعد وفاة إدريس الأول بطور الهيكلة والتنظيم، وهي حقبة تقترن بعهد إدريس الثاني الذي دعم الدولة الناشئة باستحداث عدد من البنيات والمؤسسات. ورغم أن الفضل ببناء مدينة فاس يعود لوالده، إلا أنه من طورها واتخذها عاصمة، كما أقر بعض النظم الإسلامية كالوزارة والكتابة والقضاء والإمامة، مع تجريد العاصمة الجديدة من تأثير العصبيات والطابع القبلي، عبر فتح العاصمة أمام الوافدين من القيروان والأندلس. وجراء التركيب السكاني الجديد ازدهرت حضارة جديدة جعلت فاس حاضرة إشعاع ثقافي وعلمي وديني، ونمت رقعة الدولة الإدريسية حتى باتت أهم كيان سياسي بالمغرب الأقصى. ومع وفاة إدريس الثاني عام 828 ترك وراءه كثيراً من الأولاد الكبار والصغار، فتولى خلافته أكبر أبنائه محمد، الذي اعتبر المملكة إرثاً تركه والده ولابد من توزيعه على الورثة. وبالتالي تحولت المملكة إلى ولايات عدة ترتبط بسلطة مركزية ضعيفة، ومنها تحولت إلى إمارات إقليمية تنزع بطبيعتها إلى الاستقلال الذاتي. فثار الإخوة بعضهم على بعض، ودخلت الإمارات والولايات بحروب ونزاعات. ورغم عدم إجماع مصادر التاريخ على أسباب النزاعات، إلا أن كثيراً منها تحدثت حول غضب بعض الأمراء من أخيهم محمد بعد أن سحب من الولاة رخصة سك النقود، وهو قرار واجهه بالتمرد شقيقه عيسى حاكم وزجور، التي يوجد بها معدن مهم هو الفضة. فقرر قطع إمداد دار السكة بفاس بمعدن الفضة، فكانت شرارة الخلافات والشقاق. وهنا يبقى اللافت أن أهالي المغرب الواقعين تحت حكم الولاة لم يفكروا حتى بالقيام بأي ثورة على أي من أمراء الأدارسة، وحافظوا على نوع من الاستقرار السياسي داخل الإمارات الإدريسية المنتشرة بأنحاء المغرب. فلم تسجل ثورات للسكان ولا معارضة للقبائل، ما يرجعه مؤرخون إلى التقديس الذي حظيت به الأسرة في أعين المغاربة، خاصة وأن الأسرة تنتسب إلى آل البيت، كما أن الأدارسة حرصوا على الاندماج في المجتمع المغربي عن طريق المصاهرة والتطبع بأخلاق أهل البلاد، ما جعل السكان في مختلف الأقاليم لا يتعاملون معهم كأجانب ودخلاء، بل حتى وصل الأمر إلى رفعهم لمراتب كبيرة من الاحترام والتقديس. ويمكن القول إنه منذ ذلك الحين بات وضع الشرفاء في مستوى رفيع ومقدس كسلوك شعبي تحول إلى مبدأ سياسي، ما زال متبعاً لحد اليوم من المغاربة حيال حكامهم. وبالنظر إلى سيرة الأدارسة فيما بعد،
يمكن ملاحظة العلاقة القائمة على الطاعة مقابل الوفرة في عهد علي بن محمد الذي سار بسيرة أبيه وجده، وكانت أيامه سلاماً ورخاء. ولم يختلف الأمر في عهد يحيى بن محمد الذي كثرت بأيامه العمارة بفاس، وتوافد إليها المهاجرون من جميع جهات الغرب الإسلامي، ما دعا إلى توسيع المدينة والبناء في كل أرجائها، حيث تم في عهده بناء المسجدين الشهيرين جامع الأندلس وجامع القرويين. ومع وصول يحيى الثاني للحكم حدثت أزمة كبرى بسبب سوء سيرته، إلا أن هذا لم يمنع استمرار التعامل مع العائلة الإدريسية بنوع من التقديس. ورغم قيام ثورة أشعلها عبد الرحمن الجذامي استولى بعدها على عدة قرى، إلا أن الاستقرار السياسي ظل الطابع المميز لمناطق حكم الأدارسة حتى بعد موت يحيى واستيلاء صهره علي بن عمر على فاس وتولي الإمارة. لم يختلف الحال كثيراً. ومع وصول الدولة الإدريسية إلى حكم يحيى بن إدريس بن عمر تبلورت قضية تقديس الحاكم في المغرب، حيث يندر أن يخلو مؤلف حينها من الثناء عليه، حتى قال فيه ابن خلدون بأنه كان أعلى بني إدريس ملكا، بينما يصفه روض القرطاس بقوله كان يحيى هذا أعلى بني إدريس قدرا وسيطا وأطيبهم ذكرا وأقواهم سلطانا، وكان فقيها حافظا للحديث ذا فصاحة وبيان ولسان، ومع ذلك كان بطلا شجاعا حازما. ورغم كل هذه الإشادات يندر أن تتحدث مصادر التاريخ عن إنجازات ملموسة له. وفي عهده بدأت الدولة الفاطمية بإفريقية في أواخر القرن الهجري الثالث أولى تحركاتها التوسعية كي تبسط سيطرتها على مجموع بلاد المغرب. وأخيراً جاء مصالة بن حبوس المكناسي عامل الفاطميين على المغرب الأوسط على رأس جيش لمحاربة الأدارسة، وجرت بينه وبين يحيى معركة قرب مكناس انتهت بهزيمة الأمير الإدريسي الذي خضع بموجب اتفاق يقضي بأن يحتفظ بإمارته مقابل إعلانه الخضوع والتبعية للخليفة الفاطمي، إلا أن ابن عم مصالة واسمه موسى بن أبي العافية أخذ على عاتقه القضاء على الأدارسة لتنتهي حياة يحيى بمأساة، إذ سجن 20 سنة ثم مات جوعاً وهو في طريقه إلى تونس. وبعدها نجح ابن العافية بالاستيلاء على ما كان بيد الأدارسة من أراض في شمال المغرب، وطاردهم وضيق عليهم الخناق حتى اضطروا إلى الاعتصام بحصن منيع في حجر النسر بجبال الريف. والواقع أن المأساة التي عاشها الأدارسة في تلك الآونة تعود إلى الصراع الكبير الذي نشب بين الخلافتين الفاطمية بإفريقية والأموية بالأندلس، وكان مسرح هذا الصراع بلاد المغرب وبخاصة المغرب الأقصى. وفي وقت كانت دولة الأدارسة تتعرض للضغوط والحروب تارة من جهة الفاطميين وطورا من جهة الأمويين، كان المغاربة تحت حكم الأدارسة يعانون شظف العيش وعدم الاستقرار والاضطهاد، إلا أن أي حراك كبير أو ثورة منسقة لم تقم من السكان ضد الأدارسة. وحتى نهاية حكم الأدارسة بعد حوالي 130 سنة من التأسيس، مع تقلب آخر حكام الأدارسة الحسن بن كنون حيناً في صف الأمويين وحيناً آخر بمعسكر الفاطميين، وأخيراً بعد لجوئه للأندلس اضطر للهرب مجدداً بعد خلاف مع الأمويين ليكون تحت حماية الفاطميين في مصر، حيث جهز من هناك جيشاً ليستعيد المغرب، إلا أنه قتل على الطريق في عملية اغتيال
جعلت أيام الأدارسة بالمغرب تنتهي بموت الحسن بن كنون آخر ملوكهم، لكن نهاية الدولة لم تعني انتهاء ذكرهم بالمغرب، بل ظلوا موجودين من خلال عائلات بينهم بني عمر وبني داود وبني القاسم وبني عيسى وبني عبيد الله وبني سليمان. ومن الأدارسة تفرعت سلالات عديدة حكمت بلداناً إسلامية عدة، بينها بنو حمود العلويون الذين حكموا في الجزيرة وملقة الأندلسيتين، كما تولوا لبعض الوقت أمور الخلافة في قرطبة. ومن أحفاد الأدارسة عالم الجغرافيا أبي عبد الله المعروف بالشريف الإدريسي، كما حكم فرع آخر من الأدارسة جازان في السعودية بين سنة 1830 وحتى عام 1943، وكان آخر فروعهم السنوسيين حكام ليبيا والجبل الأخضر بين أعوام 1950 و 1969. المرابطون، خيمة فدولة. بعد الأدارسة بدأت سلالة جديدة في الحكم والاستحواذ على المغرب، هم المرابطون أو الملثمون الذين دمروا كل حكم أو نظام سبقهم، لكن لحكاية البدايات عندهم كل العبرة قبل أن تكون في النهايات، إذ انبثقت هذه الدولة من حركة دعوية إصلاحية إسلامية بدأت في القرن الخامس الهجري، وامتد نفوذها إلى منطقة غرب إفريقيا. أما بداية القصة فكانت مع وصول الشيخ عبد الله بن ياسين إلى قبيلة جدالة في جنوب موريتانيا سنة 1040 للميلاد، موفداً من علماء القيروان بطلب من زعيمها يحيى بن إبراهيم الجدالي. أما مهمة الشيخ بن ياسين كانت الدعوة إلى طريق الله بعد أن كان الشعب في كثير من مناطق الصحراء بحسب المصادر التاريخية مبتعداً عن الدين، وفيما تصفه بعض المصادر بضلال جعل الناس قد أدمنوا شرب الخمر وألفوا الزنا وتزوجوا أكثر من 4 نساء، مع انتشار السلب والنهب بين قبائل مشتتة ومفرقة فيها القوي يأكل الضعيف. ولأن الأمير يحيى أراد أن ترى قبائل الملثمين ابن ياسين كشخص مقدس، كان كلما اقتربا من حي من الأحياء ينزل عن دابته ويقود بالفقيه دابته إعلاء لشأنه وتكريما له، ويصف ابن ياسين لهم بأنه حامل سنة رسول الله، وينادي بالناس أن الشيخ جاء يعلم أهل الصحراء ما يلزمهم في دين الإسلام. لكن دعوة الشيخ عبد الله بن ياسين اصطدمت بما اعتاد عليه أناس كانوا بحسب القاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك، الدين عندهم قليل وأكثرهم جاهلية، ليس عند أكثرهم غير الشهادتين ولا يعرف من وظائف الإسلام سواهما. فما لبث أن طرد الشيخ ياسين من قبل القبائل بعد أن ثار عليه الخاصة والعامة، بل وقاموا بضربه، فما كان منه إلا أن توجه جنوباً وتعمق في الصحراء في شمال السنغال معتزلاً الناس، وفي أحد الأراضي صنع لنفسه خيمة بسيطة له وجلس فيها وحده، ثم بعث برسالة مع عابري طريق إلى أهل جدالة يخبرهم فيها بمكانه، وقال فيها: فمن يريد أن يتعلم العلم فليأتي في هذا المكان. ورغم أنه لم يكن يتوقع قدوم أحد، لكن ما هي إلا أيام حتى بدأت الوفود تتوافد عليه. بداية وصل 5 أقاموا مع ابن ياسين في خيمته ليعلمهم دين الإسلام الصحيح، ثم أصبحوا 10 وازدادوا إلى 20، ولما ضاقت عليهم الخيمة أقاموا خيمة ثانية فثالثة فرابعة،
وظل العدد في ازدياد مستمر حتى بلغ بعد 4 سنوات 1000 شخص. وفي هذا الوقت بدأت الجماعة تعرف باسم المرابطين نسبة إلى كلمة الرباط، وهي ما تربط به الخيل، وإلى ملازمة الجهاد. وباتت مهمتهم دعوة قبائل صنهاجة المنتشرة هناك إلى حركتهم، حتى انضم إليهم يحيى بن عمر اللمتوني زعيم قبيلة لمتونة وكامل أفراد قبيلته. ثم سار على نهجه خلفه في زعامة القبيلة الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني. فازدادت قوة الجماعة ووصل نفوذها إلى جنوب موريتانيا حيث قبيلة جدالة. ومع حلول عام 1059 وخلال إحدى جولاته بين القبائل قتل الشيخ عبد الله بن ياسين تاركا وراءه 12,000 مجاهد. تولى إمرتهم أبو بكر بن عمر اللمتوني، وتحولت حينها ما يعرف بحركة المرابطين إلى دولة المرابطين، لتبدأ هذه الدولة بإخضاع كل من لم يأتي إليها طوعاً. وبعد غارات وغزوات وحروب عدة باتت دولة تسيطر على رقعة جغرافية تمتد من المحيط الأطلسي غرباً وبلاد شنقيط موريتانيا وحوض نهر السنغال جنوباً، كما وامتدت شرقاً لتحاذي إمبراطورية كانم وتزاحمها على بحيرة تشاد في الصحراء الكبرى. وامتد هذا المجال في الشمال مخترقاً جبال الأطلس، وتجاوزت البحر المتوسط فشملت أجزاء من شبه الجزيرة الإيبيرية وسيطرت على مناطق بالأندلس. وضمت دولة المرابطين أكثر من 18 دولة إفريقية، بينها غينيا وجنوب السنغال وسيراليون وساحل العاج ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وغانا وتوغو ونيجيريا والكاميرون وإفريقيا الوسطى والغابون، إضافة إلى تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وقد عرفت هذه الدولة بداية توسعها على يد أبو بكر اللمتوني الذي توفي خلال توجهه لأحد المعارك عام 1087 للميلاد، بينما يعد القائد يوسف بن تاشفين حاكم فترة الازدهار الكبير لدولة المرابطين. وحول اسم الملثمين إضافة إلى اسم المرابطين، فهو راجع إلى أنهم كانوا قوماً يتلثمون ولا يكشفون وجوههم، وذلك سنة يتوارثونها ملازمة لهم في الحل والترحال جراء العامل البيئي المتمثل بغبار رمال الصحراء. وحول حكمهم للمغرب خصوصاً، فقد تعامل المغاربة مع المرابطين كما كان الأدارسة قبلهم، خاصة وأن المرابطين فرضوا شكلاً لهم في مخيال المغاربة قائماً على القداسة، وهو ما كان يتعامل به الأدارسة أيضاً من قبلهم ليحكموا أهل المغرب. وقد كان للمغرب خصوصية لدى المرابطين، إذ يرجع تاريخ تأسيس مدينة مراكش إلى سنة 1070 للميلاد، حيث أسسها السلطان المرابطي يوسف بن تاشفين. وشهدت خلال تلك الفترة تطوراً ملحوظاً حتى أصبحت عاصمة لملكه ومركزاً للغرب الإسلامي سياسياً وثقافياً، كما أصبحت المدينة فيما بعد عاصمة لحكم الموحدين سنة 1147 للميلاد. وأقاموا فيها الكثير من المعالم التاريخية التي ما زالت منتصبة حتى وقتنا هذا. الموحدون لما حكم المهدي. باسم الدين أيضاً غزا الموحدون المغرب وأسقطوا سلالة المرابطين، حيث بدأ محمد بن تومارت حراكه ضد المرابطين منذ عام
1118 للميلاد، واكتسب الموحدون اسمهم من دعوتهم إلى توحيد الله توحيداً قاطعاً دون تجسيد، وهم من سلالة أمازيغية حكمت بلاد المغرب العربي كلها إضافة إلى الأندلس بين سنوات 1121 للميلاد وحتى 1269 للميلاد. أسسها أتباع حركة محمد بن تومارت المنتمي لقبيلة مصمودة المغربية في منطقة تنامل قرب مدينة مراكش. محمد بن تومارت ظهر في القرن السادس الهجري وبدأ دعوته في المغرب على أنه المهدي المنتظر والإمام المعصوم، لعلمه بأن من أراد حكم المغرب عليه أن يحيط نفسه بهالة من القداسة، واتخذ منهجاً في الفقه يقوم على الدراسة المباشرة للقرآن والسنة دون دراسة فروع المسائل الفقهية السائدة في المغرب على المذهب المالكي. خلال طوافه في مدن المغرب كان ابن تومارت يدعو الناس إلى ما أسماه الإصلاح والالتزام بالشرع ومحاربة البدع والمنكرات، ما جعل كثيرين يلتفون حوله أينما نزل، حتى التقى في إحدى جولاته بعبد المؤمن علي الكومي الذي سيكون له شأن كبير فيما بعد. وفي هذا اللقاء أعجب عبد المؤمن بشخصية ابن تومارت وقدرته على حشد الأنصار، ليتخذ قراره بملازمة ابن تومارت بهدف تأسيس حركتهما. ثم غادرا مدينة ملالة واتجها إلى فاس حيث أقاما عاماً قبل أن يرتحلا مرة أخرى لمراكش عاصمة دولة المرابطين عام 1221 للميلاد. فكانت بداية الصدام الحقيقي مع المرابطين جراء جهره بالاعتراض على سياسة الدولة، ووصل الأمر به لوعد السلطان حين قابله في المسجد وطالبه بتغيير المنكر. فلما استفحل أمره وتجمع الناس حوله دعا الأمير علي بن يوسف العلماء إلى مناظرته، فغلبهم بقوة لسانه وحدة ذكائه وسعة علمه، ولم يجد الأمير مفراً من طرده من عاصمته، ليتجه ابن تومارت مع أتباعه إلى تنامل وبدأ في تنظيمهم وإعدادهم، حتى أنه قسم حركته لما يشبه الدولة وجعلها في طبقات، على رأسها الجماعة التي تمثل أعلى سلطة في حكومته وتتألف من 10 رجال. في مارس من عام 1122 اتخذ ابن تومارت البيعة لنفسه وحشد رجاله وأمن التجهيزات العسكرية للانقضاض على المرابطين. ورغم انتصاره في بعض المعارك إلا أن جيش الموحدين انكسر على أبواب مراكش في معركة سميت البحيرة عام 1130. ولما وصلت أنباء الهزيمة إلى ابن تومارت الذي كان مريضاً ساءت صحته وخاب أمله، ثم لم يلبث أن توفي في أغسطس من العام ذاته. حينها برز دور عبد المؤمن الكومي الذي بات زعيماً للموحدين، فسار على نهج ابن تومارت عبر تقديم نفسه للمغاربة كرجل يتمتع بالقداسة مع تنظيم عسكري وسياسي أفضل للاتباع في صبر وأناة. واستغرق منه ذلك نحو عام ونصف حتى تأكد من قوة جيشه، فحقق انتصارات متتالية عبر أعوام على المرابطين قبل أن يهاجمهم بقلب دولتهم. جهز جيشاً عظيماً لهذا الغرض وخرج به من قاعدته تنامل، وفي أثناء هذه الحرب توفي علي بن يوسف سلطان دولة المرابطين عام 1142 للميلاد، وخلفه ابنه تاشفين، لكنه لم يتمكن من مقاومة جيش عبد المؤمن الذي تمكن من دخول تلمسان سنة 1144 للميلاد. ثم تتالى سقوط المدن المغربية بيد الموحدين حتى إخضاع مدينة تراشك في 24 من مارس
عام 1147 للميلاد، حيث قتل الموحدون إسحاق بن علي آخر أمراء المرابطين. سقطت دولة المرابطين وقامت دولة جديدة تحت سلطان عبد المؤمن الكومي الذي تلقب بلقب خليفة، ومن هنا انطلق الموحدون ليخضعوا كثيراً من بلاد الأندلس ويضمونها لسلطانهم، فدانت لهم كل بلاد المغرب مع رقع واسعة من الأندلس. في عام 1163 نزل المرض بعبد المؤمن وتوفي، لتدخل الدولة مرحلة جديدة. وكما الحال مع السلالات الحاكمة التي سبقت، استتب الأمر للموحدين مع المغاربة، فكانت حركات التمرد تأتي من الأندلس بينما كان الاستقرار في المغرب. بلغت الدولة الموحدية أوجها في عهد يوسف بن عبد المؤمن ثم يعقوب المنصور الذي نهض بالدولة الموحدية علمياً وثقافياً، وفي عام 1195 للميلاد وقعت معركة الأراك التي انتصر فيها الموحدون على الملوك النصرانيين. وفي عهد الناصر الذي بدأ عام 1199 للميلاد عقد الموحدون هدنة مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن والمسلمين، لكن ألفونسو استغل الهدنة في تقوية بلاده ومحالفة أمراء النصارى قبل أن يغير على الموحدين، ما حدا بالناصر الزحف لغزو قشتالة. لكن ألفونسو دعا البابا إنوسنت الثالث بروما إلى إعلان الحرب الصليبية ضد الأندلس، وحينها تلقى المسلمون هزيمة قاسية على يد النصرانيين في معركة حصن العقاب سنة 1212 للميلاد، ولم تقم للمسلمين بالأندلس بعد هذه المعركة قائمة. وبعد سنة 1213 للميلاد بدأت الدولة تتهاوى بسرعة مع سقوط الأندلس بعد عام 1228 للميلاد. ففي إفريقيا سقطت تونس في أيدي الحفصيين، والجزائر في أيدي بني عبد الواد. ومنذ عام 1244 تعرض الموحدون لحملات المارينيين، ثم فقدوا السيطرة على المغرب، وانتهى أمرهم سنة 1269 للميلاد بعد أن قضى عليهم المارينيون نهائياً. المارينيون بدو رحل حكموا المغرب. يعد المارينيون أحد أكثر السلالات التي حكمت المغرب إثارة لاهتمام المؤرخين، إذ إن هذه السلالة على عكس كل الدول التي سبقتها لم تنطلق في حكمها للمغاربة من مبدأ ديني يقوم على القداسة، بل من مبدأ قبلي يفرض الطاعة. فالمارينيون ينحدرون من قبيلة بني زناتة، إحدى أهم قبائل الأمازيغ، كما أن قبيلة بني مارين تعتبر أعلى قبائل زناتة حسباً وشرفاً، وقد أسسها زعيم البربر الملقب بأبي يحيى، واتخذت من مدينة فاس عاصمة لها بعد أن أطاحت سلالة المارينيين بالموحدين وتم طردهم من المغرب، حيث حكم بنو مارين بلاد المغرب الأقصى من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر ميلادي. وبحسب مراجع التاريخ كان بنو مارين في أول أمرهم مجموعة من البدو الرحل، غير أن الحرب التي نشبت بينهم وبين قبيلتي بني عبد الواد وبني واسين جعلتهم يرتحلون إلى هضاب المغرب والنزول بوادي ملوية الواقع بين المغرب والصحراء والاستقرار هناك في ظل حكم دولة الموحدين. وفي عام 1213 ميلادي استغل المارينيون هزيمة الموحدين في معركة العقاب، حيث بدأت إرهاصات تفتت كيان السلطة المركزية للموحدين، فضلاً عن تفشي وباء الطاعون وهلاك الجند
وغياب الأمن في البلاد، ما حدا بالمارينيين تنفيذ هجمات متتالية على الموحدين للتوسع في الريف والغرب. لكنهم حينها كانوا يدركون أن المغاربة الذين اعتادوا حكمهم من سلالات تقوم على الدين ربما لن يخضعوا بسهولة لحكم من يقوم على أساس قبلي، فوضع المارينيون أنفسهم مؤقتاً تحت السلطة الإسمية للحفصيين، حيث دعوا أهل مكناس عند السيطرة عليها إلى مبايعة الحفصيين. في عام 1269 ميلادي دارت بين المارينيين والموحدين حروب عدة انتهت بفوز المارينيين والقضاء على الدولة الموحدية في مراكش والجلوس مكانها، إلا أنهم اتخذوا من مدينة فاس عاصمة لهم، وكان أول سلطان لهم أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق الذي أعلن فك الارتباط عن الحفصيين. ومع استقلاله بالحكم بدأ أبو يوسف يعقوب في توحيد المغرب الأقصى وضم كل المدن التي كانت منفصلة عن دولة الموحدين إلى دولته، واستطاع أن يضم إليه القبائل العربية ويستخدمها في محاربة الأقاليم المنفصلة عن الدولة. توسعت حدود دولة المارينيين خارج نطاق المغرب الأقصى في عهود السلطان أبي سعيد الأول ويوسف بن يعقوب، وخاصة أيام أبي الحسن الماريني الذي ضم لدولته المغرب الأوسط والأدنى، فوحد المغرب الكبير تحت رايته مسيطراً على بلاد السوس ومعاقل الصحراء جنوباً إلى مصراته قرب الحدود المصرية شرقاً ورندا بالأندلس شمالاً. ومن أجل تأكيد نصرتهم للإسلام كحكام مقبولين لأهل المغرب، سير المارينيون جيوشهم نحو الأندلس بعد أن استنجد بهم بنو الأحمر، فعبر السلطان يعقوب بن عبد الحق 4 مرات إلى الأندلس، خاض خلالها حروباً شرسة ضد الإسبان، وحقق انتصارات مكنته من السيطرة على بعض المدن الأندلسية بينها الجزيرة الخضراء وطريف وملقة وقمارش ورندا. إلا أن ابنه السلطان يوسف بن يعقوب تنازل عن الكثير منها. وفيما يخص الحكم الداخلي للمغرب، تميزت دولة بني مارين عن بقية الدول التي سبقتها في حكم المغرب كونها لم تصل إلى الحكم تحت شعار فكرة دينية كما فعل الأدارسة والمرابطون والموحدون، إذ اعتمد بنو مارين على قوتهم العددية وتنظيماتهم القبلية الأمازيغية المتحالفة مع القبائل العربية، ما شكل الأساس لنظام الحكم المسمى جهاز المخزن، وأعطى هامشاً كبيراً للإبداع والتطور الفكري والحضاري. بعد أن أطلق بنو مارين للناس حرية الاعتقاد والتمذهب، فعاد المذهب المالكي إلى الظهور قوياً بعد أن حاربه الموحدون، وقرب المارينيون الأشراف الأدارسة وبجلوهم وقدموا لهم التوقير والاحترام، وأعادوا بناء ضريح مولاي إدريس وأحياء الاحتفالات بالمولد النبوي، كما قرب المارينيون العنصر اليهودي الفار من الأندلس. وعرفت الدولة المارينية تطوراً عمرانياً وثقافياً، فبنى المارينيون مدناً جديدة كفاس جديد وتطوان والمنصورة بالمغرب والبنية بالأندلس، وشيدوا المدارس والمارستانات والمساجد والأربطة والمؤسسات الوقفية المختلفة. أما ما يخص إدارة الدولة، فقد استحدث المارينيون نظماً إدارية وعسكرية كمشيخة الغزاة، وبرز في عصرهم كبار الرحالة أمثال ابن بطوطة وابن رشيد السبتي والعبدري، حيث حرص المارينيون على تمتين الوحدة الإسلامية مع المشرق عن طريق الرحالة، واحتضنت عاصمتهم فاس كبار المؤرخين والأدباء والعلماء أمثال لسان الدين بن الخطيب
وابن خلدون وابن البناء المراكشي. بعد فترة حكم امتدت لأكثر من قرنين، تمكنت الدولة المرينية أن تترك بصمات حضارية عمرانية ما زالت ماثلة للعيان حتى وقتنا هذا، بينها القصور والحصون والمدارس والمساجد ودور العبادة الأخرى والزوايا. وظل حال الدولة المرينية مستتباً بالمغرب حتى سقوط سبتة بيد البرتغاليين سنة 1415 للميلاد، لتبدأ مرحلة الانهيار جراء الحروب مع جيرانهم بني عبد الواد والفتن الداخلية بالمغرب والصراع على السلطة والاختلافات والصدامات المستمرة بين سلاطين بني مرين وحكام مملكة غرناطة وعدم توفر المرينيين على أسطول كبير واختلال التوازن بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة. وأخيراً تم هزيمة المرينيين نهائياً على يد البرتغاليين عام 1465. ومع نهاية حكم السلالة المرينية ورثت بلاد المغرب الحدود التي نعرفها اليوم. السعديون من الصعود للسقوط المدوي. قبل الحديث عن السلالة السعدية لابد من التطرق إلى الفترة الزمنية الفاصلة بين السعديين والمرينيين، حيث حكم المغرب الوطاسيون المنحدرون من أحد فروع قبيلة زناتة الأمازيغية، إذ كان ظهور الوطاسيين في القرن 13 للميلاد مع أبناء عمومتهم المرينيين، وشاركوهم في حكم المغرب الأقصى لفترة طويلة، لكنهم سرعان ما انقلبوا على المرينيين وأسهموا بالإطاحة بدولتهم، ورغم أن معظم قادتهم قضوا في مذبحة دبرها لهم المرينيون، إلا أنه نجا أخوان اثنان من المذبحة، أحدهما محمد الشيخ المهدي الذي تمكن من أن يستولي على الحكم عندما دخل فاس سنة 1472 للميلاد. وبمجرد وصول الشيخ الوطاسي إلى فاس وقبل أن يستولي على المدينة، تعرضت مدينة أصيلة وكثير من سواحل المغرب للغزو البرتغالي، وكان على سلاطين الوطاسيين المتعاقبين أن يقودوا حملات عسكرية ضد البرتغاليين، مع القضاء بالوقت ذاته على الإمارات الصغيرة التي استغلت ضعف السلطة. فلم ينتبه الوطاسيون إلى أن الخطر الحقيقي كان يمثله السعديون، الذين بدأوا في شن حملاتهم انطلاقاً من الصحراء ليسقطوا آخر السلاطين الوطاسيين سنة 1545 للميلاد أثناء إحدى معاركه معهم، ويبدأ بعدها حكم السعديين للمغرب ليعود بالمغاربة لنقطة البداية. فكما جاء الأدارسة وحكموا بلاد المغرب بإعطاء نفسهم قدسية مستمدة من نسبهم إلى آل البيت، إذ يرجع نسب الأشراف السعديين إلى سلالة من الأشراف ينتسبون إلى محمد النفس الزكية العائد بنسبه للإمام علي بن أبي طالب. وتشير مصادر التاريخ إلى أن السعديين ينتسبون لآل البيت في الحجاز بالجزيرة العربية، وتحديداً لأشراف ينبع التي نزح إليها بعض من الحسينيين وسكنوها بدلاً من المدينة المنورة، إلا أن مصادر أخرى تعود بنسبهم إلى بني سعد بن بكر من هوازن، الذين منهم حليمة السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعرفون بالسعديين بحسب هذه المصادر. إلا أن السعديين لم يتخذوا هذا النسب ولم يكن لهم في سجلاتهم، بل يبقى الرأي التاريخي الشائع بنسبهم إلى آل البيت. وعن وصولهم للمغرب يقول مؤرخون إن مطلع القرن الرابع عشر الميلادي شهد نزوح أجداد السعديين من ينبع نحو منطقة وادي نهر درعة بلاد السوس
جنوب المغرب، حيث بدأوا في نشر دعوتهم عن طريق الفرق الصوفية. حينها وجد كثير من المغاربة في محمد القائم السعدي صفات الشخص الذي من الممكن أن يقودهم ضد البرتغاليين والإسبان، فأرسلوا في طلبه من درعا فجاء إليهم. وما أن انتهى اجتماع فقهاء المصامدة وشيوخ القبائل حتى تمت مبايعة محمد السعدي سنة 1510 للميلاد، ليتم تسميته بالقائم بأمر الله. فبدأ بذلك حكم السعديين، وكانت بداية حكم السعديين بحشد جيش من القبائل الموالية لهم والتوجه إلى مدينة تاروداند، حيث تمت السيطرة عليها وعلى حصنها، ومعها انطلقت المعارك ضد الإسبان والبرتغاليين الذين هاجموا بلاد السوس مستغلين ضعف الدولة الوطاسية. إلا أن هذه المعارك لم تشغل محمد السعدي عن تثبيت حكمه بالمغرب، حيث أرسل أولاده الثلاثة للطواف في أنحاء البلاد لدعوة الناس وتعريفهم بالدولة الوليدة، مع تجنيد مقاتلين وتحويلهم لقوة عسكرية في الداخل لحماية الدولة وشن الحروب على حكام المغرب الوطاسيين إضافة للأوروبيين، ما مكنهم من السيطرة على مراكش سنة 1525 للميلاد، ثم أغادير أكادير سنة 1541 للميلاد بعد طرد البرتغاليين منها، وأخيراً دخلوا فاس سنة 1549 للميلاد بعد أن قضوا نهائياً على الوطاسيين، ليتوجهوا بعدها إلى توطيد دعائم الملك وفرض الأمن في البلاد. ثم كان للسعديين القضاء على التواجد البرتغالي فوق أراضيهم عام 1578 للميلاد بعد انتصارهم في معركة وادي المخازن القصر الكبير. في هذه المعركة التي بدأها ملك البرتغال سيباستيان بن يوحنا، كان يحاول القيام بحملة صليبية للسيطرة على جميع شواطئ المغرب، وعرفت هذه المعركة باسم معركة الملوك الثلاثة، حيث لقي خلالها ثلاثة ملوك مصرعهم، وهم الملك المخلوع محمد المتوكل، والملك أبو مروان عبد الملك حاكم المغرب، وملك البرتغال سيباستيان. وبعدها ورث أحمد المنصور العرش السعدي في فاس بعد أن أثبت انتصار السعديين قوتهم السياسية والعسكرية في كل المغرب ومنطقة الحوض الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط، فيما فقدت الإمبراطورية البرتغالية في هذه المعركة سيادتها وملكها، وانهارت المملكة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، ولم يبقى من العائلة المالكة البرتغالية إلا شخص واحد ليستغل فيليب الثاني ملك إسبانيا ذلك ويضم المملكة إلى حكمه، بينما عرفت المغرب في بداية عهد السعديين الاستقرار والرخاء والدعاء. واشتهر من حكام السعديين المعتصم بالله السعدي وأحمد المنصور الذهبي، لكن كما كان صعود الدولة السعدية سريعاً وقوياً، كان سقوطها أيضاً مدوياً، إذ اشتد الخلاف داخل الأسرة الحاكمة والقلاقل في البلاد. بعد تولي أبو معالي زيدان السلطنة خلفاً لوالده أحمد المنصور الذهبي، وبعد وفاته اشتد النزاع بين أولاده، وورث الملك عنه ابنه عبد الملك الذي حاول أن يضبط الأمور، فقتله بعض أهل مراكش بإغراء من أخيه الوليد الذي خلفه على الحكم. ومع استمرار الصراع على الحكم بين السعديين تفككت الدولة وقامت الثورات والحركات الانفصالية، وانتشرت الإمارات المستقلة عن الحكومة المركزية في المغرب، حيث لم يتجاوز سلطان الوليد مراكش وما حولها، بينما عصفت الفتن في فاس وبقية المغرب، وبقي السعديون في مراكش إلى أن انهارت دولتهم،
مع قتل آخر السلاطين السعديين في مراكش سنة 1659 للميلاد. العلويون وعبيد البخاري. يرجع أصل السلالة العلوية بحسب مصادر تاريخية يعود كما أبناء عمومتهم السعديين إلى آل البيت. عرفت هذه الأسرة في القرن الثالث عشر وما بعده باسم الشرفاء السجلماسيين، نسبة إلى مدينة سجلماسة التي أسست سنة 757 للميلاد، وكانت قاعدة لإقليم تفيلالت الصحراوي قبل أن تتحول قاعدة الإقليم إلى مدينة الرصاني. وتقول كتب التاريخ إن جد العلويين الحسن بن القاسم المعروف باسم الحسن الداخل نزل بسجلماسة سنة 1265 للميلاد واستقر فيها وتوفي هناك عام 1277. أما سبب قدومه إلى المغرب فيعود إلى أن وفداً من الحجاج السجلماسيين كان يرغب في وجود شخصية من آل البيت بينهم في مدينة سجلماسة للتبرك به، فاتصل الوفد بشريف ينبع النخل وهي قرية من قرى الحجاز، وكان اسمه القاسم بن محمد، وكان من أكبر شرفاء الحجاز حينها، وطلبوا منه أن يرسل معهم أحد أولاده الثمانية إلى بلادهم، فاستجاب الشيخ الشريف لطلب الوفد واختار من أولاده الحسن الداخل. في بداية القرن السادس عشر عرف المغرب الأقصى انقساماً كبيراً، خلف كيانات سياسية جهوية ذات طابع ديني ما أدى لتراجع المنطقة وضعفها. وحينها ظهر في سنة 1631 للميلاد الشريف بن علي بن محمد بمنطقة تفيلالت، لتصعد سلالة العلويين إلى السلطة في القرن السابع عشر، بدءاً من الشريف بن علي الذي أعلن سلطاناً على منطقة تفيلالت، بينما كان هدفه تأسيس الدولة العلوية في المغرب، فكان له ذلك. وتدعم في عهد محمد الأول الذي واجه مقاومة كبيرة من قبل حركات وكيانات أرادت الانتقام للسعديين، ففي عهده الذي بدأ سنة 1664 وامتد إلى غاية سنة 1671 تم وضع حد لعهد الكيانات السياسية الصغيرة المتصارعة على النفوذ والحكم. ثم استطاع ابنه الرشيد الذي حكم من عام 1664 إلى عام 1672 توحيد البلاد وتهدئة وضعها بعد فترة طويلة من الانقسامات. ثم تولى شقيقه إسماعيل فترة من الحكم المركزي القوي بين عامي 1672 و 1727، وهي واحدة من أطول فترات حكم أي سلطان مغربي. وشهد عهد إسماعيل توحيد المغرب مجدداً وتحقيق وحدة التراب المغربي بالكامل من شاطئ البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى شاطئ نهر السنغال جنوباً. وقد استطاع العلويون توحيد المغرب والمحافظة على سيادة الدولة والقضاء على النزاعات الانفصالية والثورات التي شهدتها البلاد بفضل عوامل عدة أهمها مركزهم الديني والاجتماعي، إضافة لتأسيسهم ما يسمى عبيد البخاري، وهو عماد الجيش العلوي المشكل من قوة عسكرية اكتسبت اسمها نسبة ليمين الطاعة الذي يؤديه عناصرها على كتاب الإمام البخاري. وتكونت نواتها الأولى من 2000 من الجنود الذين تم تجنيدهم من أجل محاربة المولى الرشيد. ويرجع للمولى إسماعيل الدور الأكبر في تشكيل أول فيالق جيش البخاري قبل أن يتفرع عنه جيش ضخم العدد ومحكم التدريب، إذ عزز السلطان إسماعيل بن الشريف عبيد البخاري بتجنيد من كانوا يسمون بالعبيد في المدن والبوادي
ونظم حملات عدة لجلب الجنود من السودان، كما جمع جنوداً من مختلف القبائل والمدن ودمجهم في جيش البخاري. وفي بداية عهد هذا الجيش كانت مهمته ضمان جباية الضرائب ومراقبة الطرق التجارية وحماية الدولة العلوية من المتمردين والأعداء. وبعد وفاة إسماعيل عادت البلاد لتقترب من الفوضى، إذ تنازع أبناؤه على خلافته وكادت البلاد أن تنهار، إلا أن القداسة التي أحاط بها المغاربة أسرة العلويين حالت دون أن تقوم ثورات كبيرة عليهم حينها، قبل أن يعود فرض النظام في عهد محمد بن عبد الله في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بينما تميز القرن التاسع عشر بالتأثير المتزايد للقوى الأوروبية. وبعد أن حكم العلويون على أنهم سلاطين مطلقون حتى عام 1912، جاء الاحتلال الإسباني والفرنسي للمغرب ليبقيهم سلاطين رمزيين. وعندما استعادت البلاد استقلالها عام 1956، استأنف محمد الخامس الذي دعم القضية القومية دور العلويين في القيادة المستقلة للدولة. ولم يمضي وقت قصير حتى اتخذ محمد الخامس لقب ملك بدلاً من سلطان، واستمر خلفاؤه الحسن الثاني ومحمد السادس حكم السلالة تحت نفس اللقب. ومنذ استتب الملك للعلويين بعد أن خلعوا السعديين، حافظوا على وحدة البلاد واتخذوا في بداية حكمهم للمغرب فاس عاصمة لهم، قبل نقلها إلى مكناس في عهد السلطان مولاي إسماعيل، وأخيراً إلى الرباط وهي العاصمة الحالية للمغرب منذ عام 1912. وبفضل هذه السلالة انتهت الانقسامات التي عرفها المغرب في عهد انحدار وضعف كل سلالة حكمته منذ الفتح الإسلامي.